الجميع الحقيقة في انتظار الأهلي 2022، ويمكن نوعية الصفقات، الأسماء اللي ضمها النادي الأهلي في خلال وتم الإعلان عنها، طبعا فضلت استمرت لفترات طويلة لكن تم الإعلان عنها في الساعات الأخيرة، تبين لحضرتك رؤية الإدارة في دعم الفريق بشكل كبير جدا بمستويات عالمية. الحقيقة يمكن كل الصفقات اللي انضمت للنادي الأهلي أو الأسماء اللي تم عنها تقدر تقول إنها صفقات من العيار التقيل، لعيبة، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. الأهلي مش محتاج، أنت بتتكلم على 30 نجم موجودين في قائمة النادي الأهلي، بتتكلم على كم كبير جدا من البطولات حققها الجيل ده والسكواد بتاعة النادي الأهلي، وبالتالي أي إضافة أو أي اسم المفروض يدخل على السكواد دي المفروض يبقى دعم كبير جدا. وأعتقد كل الأسماء اللي تم الإعلان عنها تقدر تحط بصمة مع فرقة النادي الأهلي. مشوارنا طويل ومشوارنا ممتد، وقريب جدا 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 هنحتفل بكتير إن شاء الله بإذن الله من البطولات مع النادي الأهلي. خلينا نتكلم على الصفقات والدعم، ونتكلم على المشوار اللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي مع مستر بيتسو موسيماني، واحد من أبرز المدربين شاء من شاء وأبى من أبى اللي جم في تاريخ النادي الأهلي. بيشرفنا النهارده كابتن أحمد عادل، واحد من نجوم طبعا النادي الأهلي. كابتن أحمد مساء الخير. مساء النور، أنا سعيد دايما إن أنا أبقى موجود معاك، وإن شاء الله تبقى حلقة خفيفة على السادة المشاهدين. أسمع منك كده تقييم سريع، يعني شايف أهم الإيجابيات اللي اتحققت للنادي الأهلي على مدار تقريبا 10 شهور قضاهم مستر موسيماني مع النادي، واهم النقاط اللي محتاجين ان احنا نشتغل عليها واحنا بنستعد المشوار برضو طويل جدا من البطولات. السيزون الجاي ممكن يكون اكتر سيزون ازدحاما بالماتشات والبطولات هشارك فيها النادي الاهلي ولاعيبته. طبعا انا بقول هارد لك للنادي الاهلي على فقدان الدوري، لكن دي مش نهايه العالم، لكن زي ما معودنا على طول النادي الاهلي، وبتشوف ان هو بيشارك في 6 بطولات على مدار الموسم، بيحقق 5، انجاز كبير جدا يحسب لمجلس الاداره ويحسب للعيبه ويحسب للجهاز الفني، يحسب كمان ان الجهاز الفني بمجلس الاداره محافظين على القوام الاساسي للنادي الاهلي بتدعيمات، طبعا زي ما حضرتك قلت بتدعيمات من العيار الثقيل للفريق، وان شاء الله يعني بنشوف ان الصفقات دي مش على المستوى المحلي بس، لكن انت بتلعب في كاس عالم الانديه طبعا. انا بشوف ان نتائج مستر موسيماني او انجازات مستر موسيماني على مدار 11 شهر انت بتحقق 5 بطولات، من ضمنهم 2 دوري ابطال افريقيا، وهي البطوله الاهم والاصعب في البطولات اللي بيلعبها النادي الاهلي. بتلعب كاس عالم الانديه بتحقق ثالث، دي برضو تعتبر بطوله، تاخد برونزيه، فانا بشوف ان هي ارقام مميزه جدا مع مستر موسيماني، وانا بشوف ان خساره النادي الاهلي للدوري هي دافع كبير جدا وانطلاقه كبيره جدا لكل البطولات اللي جايه ان شاء الله. طيب خليني اقول لجمهور الاهلي طبعا انه بعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني من مباراه كره اليد اللي بتجمع بين الاهلي وفاب الكاميروني في بطوله ابطال افريقيا ابطال الكؤوس، النتيجه 26-13 لصالح النادي الاهلي بعد 5 دقائق بس من الشوط الثاني، فان شاء الله باذن الله مواجهه تكون محسومه لصالحنا ويبقى كده العلامه الكامله بالنسبه للنادي الاهلي. طيب خليني اكلم على مستر موسيماني، ايه الحاجات اللي شايف انه نسخه الاهلي الجديده؟ يعني احنا انا كنت ببتدي الحلقه النهارده كابتن احمد بقول انه الاهلي في اللحظه دي عنده فرقتين، عنده فرقه ابطال اللي حققوا زي ما حضرتك قلت من شويه 5 بطولات الموسم الاخير، منهم بطولتين يعني كانوا وحشنا بقالهم كتير جدا من بطولات افريقيا، ودول بالتاكيد الاهم والاصعب، وعندنا فرقه تقريبا بتضاف عليها، عندنا 4 صفقات قدمهم النادي الاهلي وتم الاعلان عنهم، بيرسي تاو، لوي مكسوني، كريم فؤاد، وحسام حسن، وكمان في بعض الصفقات اللي هيتم اعلان عنها في الفترة اللي جاية، بالإضافة نضيف عليهم كمان المعارين من النادي الأهلي اللي قدموا موسم مميز جدا، سواء كنت بكلمك على أحمد عبد القادر في سموحة أو عمار حمدي في الاتحاد أو عبد المنعم في سموحة أو حتى العربي بدر مع الجونة. طبيعي إن أنت بتشوف النادي الأهلي يا أستاذ أحمد إن بيشارك في بطولات كتير جدا مهم جدا، زي ما كنت بطلع مع حضرتك قبل كده بتتكلم في 25 أو 30 نجم يبقوا موجودين في قائمة النادي الأهلي، وده ما يميز مستر موسيماني. يمكن الصفقات الجديدة زي ما حضرتك قلت بالمجموعة اللي هتبقى معارة هتضيف بشكل كبير جدا لقائمة النادي الأهلي، وخصوصا إن أنت لما بيكون عندك ال 30 لاعب جاهزين أو 30 لاعب نجم على مدار الموسم بتقدر تعتمد عليهم، لما بتغير أي لعيب وبتحط البديل ما بتحسش ان في فرق في الاداء، لكن ده بيرجع للطريقه او السيستم او السياسه اللي بيتبعها مستر موسيماني مع الفرقه، ان اي تبديل او اي تغيير حتى من الصفقات الجديده
هيسهل، انا باكد على اللعيبه الجديده هتبدا تنصهر مع المجموعه الموجوده بشكل كبير جدا، وده اللي بيساعدها اللي بيساعدهم في الموضوع ده اوضه اللبس. اوضه اللبس النادي الاهلي لعيبه كبيره القوام الاساسي، هم بيقدروا يدخلوا اللعيبه الجديده وسطهم بسرعه، فده ان شاء الله هنشوف الفتره اللي جايه ان اللعيبه الجديده دي هتبقى اضافه قويه. ومش جديد على النادي الاهلي ان هو يعمل الصفقات دي، اسم النادي الاهلي كبير، تاريخ النادي الاهلي كبير، بطولات النادي الاهلي كبيره جدا، تضيف لاي لعيب موجود داخل قائمه النادي الاهلي. احنا عندنا تحدي كبير جدا كابتن، يعني متفق معاك طبعا من الاسماء اضافه، واحنا يمكن هنتكلم على صفقه صفقه منهم وتقول لي رايك فيهم وتكلمنا عنهم شويه، لكن انا التخوف الحقيقه مش من امكانيات اللاعبين، لانه ثقتنا كبيره جدا وشفنا اللعيبه دي، ما هي دي نفس الفرقه اللي قدمت بطوله كاس عالم محترمه جدا وكسبت الدحيل وكسبت بالميراس البرازيلي، نفس الفرقه اللي جابت بطولتين افريقيا من انياب يعني افضل فرق القاره، اكلمك على انك انت تتجاوز الوداد، تتجاوز الزمالك، تتجاوز سان داونز، تتجاوز الترجي، يعني بالتاكيد السكواد وامكانياته ما حدش يقدر يشكك فيه، لكن هي العائق اللي جاي قدامنا هي فكره الاجهاد وضغط المباريات سواء في مشاركه لعيبه الاهلي. يعني انت النهارده موسم بيخلص عندك 9 من اللعيبه مشاركه مع منتخب مصر، عندك بعد المنتخب عندك بطوله كاس، عندك سوبر افريقيا، عندك بدايه دوري ابطال افريقيا الجديده، كاس عالم انديه، عندك كاس عالم انديه، عندك امم افريقيا. التحدي هنا او شايف الموسم اللي جاي ده ازاي ممكن يتم التعامل معاه من وجهه نظرك؟ انا بشوف ان هو بيرجع لشخصيه لاعب النادي الاهلي. شخصيه لاعب النادي الاهلي هو دايما ما بيريحش، دايما على طول في ضغوط، دايما على طول في ضغوط مباريات، لكن بالتدعيمات اللي بيعملها مجلس الاداره بيقدر يوفر كل سبل امكانيات النجاح او البطوله للمدير الفني او للجهاز الفني. لكن بالتدعيمات دي انا بشوف ان حتى لو اللعيبه هتتعرض لاجهاد، لا انت عندك البديل واحسن. لما هنبص على دكه النادي الاهلي في الموسم اللي جاي لا هتبقى الدكه مرعبه. طب تقول لي كده من وجهه نظر كابتن احمد عادل اهم 2 لعيبه في كل مركز من مراكز النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ انا بشوف في خط الدفاع يعني الشناوي طبعا في حراسه المرمى، بشوف مين افضل حارس مرمى بره النادي الاهلي والنادي الزمالك في الموسم ده من وجهه نظرك؟ بشوف بسام، بسام بسام جول كويس. الهاني سليمان مأدي اداء جيد مع سموحه. مفيش، لا مفيش تاني، مفيش حد تاني، محدش لافت نظرك. بسام والهاني سليمان هم اللي لافت نظري. نيجي لخط خط الدفاع، انا بشوف ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم من المدافعين الاقوياء جدا. ياسر بما يميزه ان هو حتى ما بيغيب فتره او بيقعد ماتشين ثلاثه بيرجع بيبقى مستواه احسن وبيقدر يكسب الفرقه. تمام. مع ثبات المستوى بشكل كبير جدا لايمن اشرف. تمام. ايمن اشرف دول من اهم الاثنين اللي في خط الدفاع. اوكي. نص الملعب اكيد السولية. انا عايز 2 في كل مركز يا كابتن احمد. 2 احنا قلنا السرد باكين، السرد باكات ياسر ابراهيم وايمن اشرف. ماشي، 2 تانيين معاهم بقى. 2 انا عايز فرقتين، انا عايزك تحط لي فرقتين دلوقتي. يعني اعتبرهم تتكلم سعد سمير اعتبرهم 2 هيلعبوا بعض. يعني هتحط لي تشكيلين للاهلي عشان اضمن عندي فرقتين احس ان هم تاتا تات. لا يبقى هنحط ياسر في فرقه وايمن في فرقه. تمام. يعني هنحط جنب ياسر تحط مين؟ جنب ياسر احط ايمن اشرف. ايمن اشرف. بدر بنون هتحط جنبه مين؟ بدر بنون احط جنبه رامي ربيعه. رامي ربيعه. رامي ربيعه. تمام. عندك برضه سعد سمير اضافه قويه. متولي كمان؟ طبعا. متولي ده متولي لما يرجع هو باد لك بس حظ يعني وحش. بس فعلا. هو لعيب الحقيقه يرجع من الاصابه هيبقى اضافه قويه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب يبقى عندي بدر وربيعه وياسر وايمن. ياسر وايمن. تمام. على الاطراف. على الاطراف هاني واكرم. يعني هاني هنا واكرم هنا. هاني هاني تمام. واكرم. عندك كريم فؤاد برضو عنده مرونه، ده صفقه قويه. عنده مرونه يلعب كباك رايت. علي معلول هنا. علي معلول هنا. علي معلول واكرم فؤاد. علي شمال واكرم يمين. في بقى عندي فرقه خط الظهر بتاعها علي واكرم على الاطراف، وفي القلب تمام. ياسر وايمن. القلب ياسر وايمن. وعندي فرقه تانية عندي هاني وكريم فؤاد على الاطراف. هاني وكريم فؤاد. وبدر وربيعه في القلب. وبدر وربيعه في القلب. تمام. خط النص. خط النص حمدي فتحي في فرقه واليو ديانج في فرقه. تمام. جنب حمدي السولية. جنب حمدي السولية. جنب حمدي السولية. جنب ديانج. جنب ديانج ممكن العب شويه قفشه. تلعب قفشه. العب قفشه. ومركز جديد عليه شويه. ايوه بيلعبها ساعات. بيلعبها ساعات. بيلعبها ساعات وهيضيف لك في الناحيه الهجوميه. طبعا.
اكيد ماشي. هنضيف بقى للتشكيل الصفقات الجديده. ماشي يلا. تمام، هنلعب هاف رايت، لاعب بيرستاو كهاف رايت، الناحيه الثانيه كهربا. تمام كهربا. ممكن هنا نلعب اتنين فيروت. تلعب اتنين. نلعب اتنين. تمام، يعني كده قلبتها 4-4-2. 4-4-2. تمام. أو 4-2-4. ماشي. ممكن تمشي كده. نلعب بيرسيتاو وكهربا. بيرسيتاو وكهربا. نحط اتنين قدامهم. بواليا. بواليا. ده لو بواليا كمل. ومحسن. وصلاح محسن. وصلاح محسن. تمام. كده فاضل لنا هافين وفرودين. تمام. تمام. ممكن نلعب بس كده في حيره برضه. هتحط بيكسوني، ولا هتحط الشحات؟ لا، الشحات يمين. الشحات يمين. بيكسوني شمال. وبيكسوني شمال. بيكسوني شمال. تمام. كده فاضل لنا فيرود. انت حطيت هناك بواليا. بواليا وصلاح محسن. ممكن نلعب اتنين حط فيرود. حط حسام حسن بقى. حسام حسن ولا ايه؟ حسام حسن. ومحمد شريف. حسام حسن وشريف. محمد شريف. هما دول احسن فريق. فرقتين فعلا. فرقتين. يعني تقدر تقول دلوقتي حتى قبل ما يتم الاعلان انت عندك لسه، يعني انا بعتقد واتمنى، يعني ده من باب التمني، واعتقد ان شاء الله انه الاقرب للحدوث انه احمد عبد القادر كمان وعمار يكون ليهم دور مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي. ياريت. انا شايف انه احمد ياريت. عبد القادر الحقيقه مادي يعني ده جيد مع نادي سموحه جداً. وفارق مع نادي سموحه وان شاء الله يبقى اضافه قويه لما يرجع. ومش بس كده كمان، انه انا شايف الواد كمان عنده قدره على التطور الاهلي والمشاركه مع الاهلي في البطولات دي. هو اتطور مع سموحه بس على مستوى ايه؟ في النهايه دوري المحلي. لكن لما تدي له كمان يلعب كاس عالم ويشارك في بطوله افريقيا، اعتقد الولد هيعلى اكتر واكتر. من ما دي الضغوط اللي انا بتكلم عليها، ان انت لما بتلعب في الانديه المحليه غير لما بتلعب مع النادي الاهلي في ضغط مباريات، ضغط بطولات. لكن انا بشوف ان كتر النجوم اللي في الفرقه هو ممكن يسبب مشكله مستر موسيماني. ايوه. داخل ان هو بيختار احسن تشكيل اللي هم ال 11، والباقي يبقى عنده قابليه ان هو ممكن يقعد احتياطي، ممكن يبقى بره السكور. لكن مستر موسيماني ما يميزه ان هو بيقدر يتعامل مع ال 25 لاعب حتى الناس اللي بره، فدي هتحط مسؤوليه كبيره جدا على الجهاز الفني ان هو ازاي بيتعامل مع 25 نجم. اكيد اي حد هيبقى موجود داخل النادي الاهلي هيبقى حابب ان هو يلعب، حابب ان هو يشارك. لكن بترجع برضه انت عندك 11 بيبداوا واربع وثلاثه خمسه تغيير، لكن قائمه النادي الاهلي اكيد قائمه قويه هتضيف ان شاء الله للنادي الاهلي بطولات كتير ان شاء الله. صحيح. ولسه طبعا في اسماء ثانيه محترمه جدا، يعني انا مستني اشوف محمد محمود، لانه كل الناس بتقول ان الولد ده يعني عمره نادره. يعني وكريم ندفد. وكريم ندفد طبعا. كريم ندفد يرجع بالسلامه، ومحمد محمود يرجع بالسلامه. سواء حتى الاهلي اداهم فرصه لاعاره يقدروا يبقوا حاطين رجلهم في الملعب يستعيدوا مستواهم ويرجعوا الاهلي مره ثانيه، او كملوا على الاهلي الموسم ده لو مستر موسيماني شايف ان هم ممكن يبقى ليهم فرصه. طيب خلينا نتكلم على الصفقات الجديده بالتفصيل مع كابتن احمد عادل ضيفنا في السادسه، بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. طبعا خليني اقول لحضراتكم بس قبل ما نكمل كلامنا عن الاهلي، انه مصر كلها ودعت الاعلامي الكبير طبعا حمدي الكنيسي، واحد من الاسماء والعلامات في مجال الاعلام وفي مجال الاذاعه المصريه. وانا شخصيا الحقيقه يعني طبعا استاذ حمدي بالنسبه لي يعني استاذ ومعلم وشخص انا كنت بكون له كل الاحترام والتقدير، وما زلت طبعا اسمه الحقيقه بالنسبه لكل العاملين في مجال الاعلام يمكن من الاسماء الغايه في الاحترام وغايه في الاحتراف وغايه في التواضع. وقول زي ما انت عايز تقول. وفي المرات البسيطه اللي قابلته فيها وتعاملت معاه فيها الحقيقه يعني لمست قد ايه الشخص ده متواضع جدا بدايه، عنده حرص انه يعلم ويوصل ويدي من خبراته الطويله جدا الكتير لكل الاجيال اللي طالعه. خالص تعازينا طبعا كأسرة قناة النادي الأهلي لأسرة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين يمكن دي كانت مشاركة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في جنازة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي، وأيضا هو عضو مجلس إدارة سابق في النادي الأهلي. كابتن الخطيب كان حريص على المشاركة طبعا النهاردة في صلاة الجنازة وفي اللحظات الأخيرة في وداع واحد من أهم وأبرز الإعلاميين في مصر، الاعلامي الراحل حمدي الكنيسي. طيب يمكن كنت بتكلم مع كابتن احمد
قبل الفاصل على الصفقات. اسمحوا لي بس اخدكم زي ما وعدتكم في بدايه الحلقه واخد كابتن احمد لاختيارات جماهير النادي الاهلي في الماتشين الاخيرين لافضل ثلاث لاعبين. البدايه هتكون مع مباراه المصري، والحقيقه يمكن كان في منافسه قويه جدا في المباراه دي، واحده من الماتشات اللي كانت جماهير النادي الاهلي يعني شايله همها، او بتبقى المصري واحد من الفرق الكويسه والمحترمه واللي بتقدم وقدمت سيزون كويس جدا، لكن الاهلي فيها قدم عرض اكتر من رائع. فالماتش المصري في المركز الاول الحقيقه اللي طالع بسرعه صاروخ، يعني اللي يشوف حسين الشحات النص الاول من الموسم ما يشوفوش النص الثاني من الموسم على الاطلاق. اكتساح 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 حسين الشحات لاصوات جماهير النادي الاهلي، فاز بالمركز الاول ورفع او زود نصيده ثلاث نقاط. في المركز الثاني علولو اللي ابتدى يجي وابتدى يستعيد جزء كبير جدا من مستواه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل. انا شايف انه معلول لسه عنده كتير، وجماهير النادي الاهلي بتراهن عليه في الموسم اللي جاي بشكل كبير جدا، واحد من اهم وافضل لعيبه الاهلي في السنوات الاخيره. في المركز الثالث محمد مجدي قفشه اللي بيضغط بقوه الحقيقه على اليوت زانج في جدول الترتيب العام، بيضيف لرصيده نقطه، صحيح نقطه لكنها كانت نقطه في منتهى الاهميه. مصري شحات معلول وراهم محمد مجدي قفشه. نروح لمباراه الجونه كابتن احمد، والجونه من الماتشات اللي ما كانتش يعني كويسه قوي بالنسبه لنا، لكن الحقيقه يمكن الكويس فيها انه الشحات حافظ على ثقه جمهور النادي الاهلي وحسم برضو المركز الاول في ماتشين. الشحات ضاف لرصيده ست نقاط في جدول الترتيب العام، وفي المركز الثاني كان النصر محمد شريف وضاف لرصيده نقطتين حافظ بيهم على امله لانه شريف قريب مش بعيد. وفي المركز الثالث كان عمرو السوليه، دول افضل ثلاث لاعبين في اختيار الجمهور في مباراه الجونه. قبل ما نروح لجدول الترتيب العام، رايك في اختيارات الجمهور في الماتشين دول، مصري وجونه؟ اكيد فعلا كانوا من اميز اللاعبين في المباراتين دول، وخصوصا انت استاذ احمد هتلاقي اللعيبه دي من اكتر اللعيبه اللي لعبت مباريات. أيوة. كان عليهم ضغوط كبيره جدا وجهات كبير جدا، لكن يحسب لهم ان هم حافظوا على مستواهم. طبعا حسين الشحات يمكن الشحات، انا عايزك تكلمني عن الشحات لان الشحات بالنسبه لي يعني كان 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 ومش بس مش بالنسبه لي بس، كان بالنسبه لكل الجماهير علامه استفهام كبيره جدا طول الموسم، لكن الحقيقه النص الثاني من الموسم في الوقت حتى اللي تراجعت فيه نتائج النادي الاهلي الشحات بومينج. ده بيدل على قيمته كلاعب، على قيمته كلاعب، ان هو لعيب كبير، لعيب عنده مسؤوليه تجاه ناديه، ان هو يجيب نفسه وبرغم كل الضغوط اللي كان بيتعرض لها، لكن هو بيرجع بمستواه ثاني، بياخد مكان اساسي في تيم النادي الاهلي، بيقدر يكسب النادي الاهلي، يقدر يجيب اهداف، يقدر يعمل كذا اسيست للنادي الاهلي، يبقى مكسب في الفريق. لكن دي انا بقول دي قيمتك انت كلاعب، وببارك له طبعا على مستواه، ومهم جدا ان هو يفضل ثابت على المستوى دوت لموسم واثنين وثلاثه، لان هو لعيب كبير وعنده خبرات كبيره جدا ويستاهل اكتر من كده كامكانياته يعني. صحيح، ويمكن جزء من يعني من اهميه الصفقات اللي عملها النادي الاهلي، يعني بشوفها مش بس قيمتها او فايدتها مرتبطه بتقل اللعيبه اللي جابهم الاهلي. يعني لويس ميكسوني احنا شفناه، او خوسيه لوي ميكسوني زي ما اسمه بيتنطق، يعني شفناه واحد من افضل اللاعبين في بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي، واحد ويمكن هو نجم سيمبا. بيرسي تاو طبعا لعيب امكانياته، وانت اتكلمنا عنه دلوقتي، لعيب امكانياته عاليه جدا، لكن شايف كمان وفايده ثانيه كابتن احمد ان هم هيضغطوا بشكل كبير جدا، هيستنفروا الطاقات اللي موجوده عند اجنحه الاهلي، طاهر، كهربا، حسين، صلاح محسن لما بيلعب جناح، هيخليهم كمان يطلعوا اكتر من المنتظر منهم في الموسم اللي جاي. اكيد هتبقى في منافسه قويه، في منافسه قويه، وده بيصب في مصلحه الفرق، بيصب في مصلحه الفرق، لان انا لو حتى انا عشت الموقف ده. أيوة. لو انا لعيب بلعب في مكان لوحدي على مدار الموسم كويس وحش بلعب، هنا ببقى مريح بمستواي شويه، لكن لما بلاقي حد بياخد مكاني وبيلعب فانا بيبقى عندي غيره تجاه المكان بتاعي، تجاه ان انا لا لازم العب، انا قعدت احتياطي، لا لازم العب اساسي، ودي اللي لازم تبقى موجوده داخل اللعيبه. أيوة. ده بيحط مسؤوليه كبيره جدا على اللعيبه، ده بيحط مسؤوليه كبيره جدا على مستر موسيماني، اللي الاحسن هيلعب، الافضل هيلعب، ودي بتبقى المنافسه دي هتصب في الاخر في مصلحه الفرقه. أيوة. ان حسين يبقى فيه منافسه مثلا مع لويس، ان مثلا كهربا مع طاهر هتلاقي فيه منافسه، ده عايز يلعب، ده عايز يرجع نفسه تاني، ده مش قابل ان هو يقعد احتياطي، لا انا اخد مكان اساسي في الفرقه. فده كله هتلاقي حتى تمرين النادي الاهلي في احتكاكات جامده جدا، وفي باور كبير جدا،
ده كله بيصب في مصلحه الفريق، كله عايز يلعب وكله عايز يشارك في كل البطولات، فاكيد كله عايز يحط رجله ان هو ياخد مكان في الفرق الاساسيه، وده طبعا بيصب في مصلحه الفرقه اكيد. طيب بعد ماتش المصري والجونه الترتيب وصل فين؟ واحنا بنقرب، احنا فاضل لنا ماتشات كاس مصر اللي بتمنى ان شاء الله ان رجالتنا يتواجوا باللقب، وعندنا تبقى فاضل اخر مباراه في الموسم ده، لانه ماتش الرجاء هنحسبه بقى مع بدايه موسم جديد، فاخر ماتش عندنا في الموسم ده هيكون كاس السوبر المصري. المقدمه ازدادت سخونه، يعني المنافسه قدام كانت تقريبا طول الموسم يا كابتن احمد بين الشناوي وديانج، كانوا اقرب اتنين اول تاني، شناوي يطلع اول ديانج يرجع تاني، ديانج يطلع اول شناوي يرجع تاني، وكان اللي ورا منهم بعاد شويه. النهارده كله بيقرب، يعني خليني اقول لك كده واستعرض مع حضراتكم اختياراتكم وصلت الجدول لغايه فين النهارده. في المركز الاول اليو ديانج برصيد 34 نقطه. في المركز الثاني الشناوي تراجع وقفشه سرق المركز، خطف المركز الثاني من الشناوي بعد ما كان الشناوي تقريبا طول الموسم يا اول يا ثاني. قفشه بيتقدم للمركز الثاني بالنقطه اللي قلت لحضراتكم عليها، اضافها في مباراه الجونه عشان يبقى رصيده 33 نقطه ويتفوق على محمد الشناوي بنقطتين. الشناوي بيتراجع للمركز الثالث برصيد 31 نقطه. في المركز الرابع شريف لسه بيضغط، وشريف لسه قريب 28 نقطه، الفرق بينه وبين اليو ديانج صاحب المركز الاول 6 نقاط، يعني لو شريف كسر الدنيا في ماتشين يدخل مع ديانج في مركز اول. في المركز الخامس بيجي اكرم توفيق، واحد من مفاجات الاهلي الموسم ده، ولو بصيتوا لعدد الماتشات اللي لعبها اكرم مقارنه مثلا باليو ديانج، ديانج لعب 50 مباراه جاب منهم 34 نقطه، اكرم لعب 32 مباراه جاب منهم 23 نقطه، تعرف اكرم عمل ايه على مدار الموسم. الشحات اتقدم برضو عمل طفره الحقيقه الموسم ده، اللي يراجع جدول الترتيب في بدايه الموسم يلاقي الشحات كان في مؤخره الجدول. الشحات النهارده في المركز السادس برصيد 22 نقطه، عدى مين؟ عدى مين الشحات؟ عدى بنون وعدى معلول وعدى كهربا وعدى طاهر وعدى ايمن وعدى عمرو السوليه اللي كانوا سابقينه تقريبا طول الموسم، وده فض تركيزه وتالقه في الفتره الاخيره. بص يا استاذ احمد، اللي لفت انتباهي في الاحصائيه دي اختيارات جمهور يا كابتن احمد، احنا يعني لا طبعا يعني ده تقول عليه تقييم من جمهور النادي الاهلي لمردود لاعبتنا على مدار الموسم من اول مباراه لغايه اخر مباراه في الدوري، ولسه طبعا مكملين الكاس وكاس مصر وكاس السوبر. اكيد زي ما بقول لحضرتك، اللي لفت انتباهي عدد المباريات اللي اللعيبه دي لعبتها. لعبوا انت بتتكلم من 40 ل 50 مباراه، فاعداد مباريات كبيره جدا. انا بشوف ان هي نتائج مميزه جدا للعيبه، بتشوف ان لما الشناوي كان بيتالق في بدايه الموسم وقفشه والسوليه وبيجي من بعيد حسين واكرم توفيق مع اليو ديانج مع المجموعه دي كلها، هتلاقي ان هم من اميز اللعيبه اللي كانت زي ما بقول بتشيل حمل النادي الاهلي او بتشيل مباريات النادي الاهلي. لكن ده زي ما بقول لحضرتك، ده بيحط المسؤوليه على اللعيبه دي، مسؤوليه كبيره جدا. اتجاه ناديها، لكن انا بشوف ان هي نتائج مميزه جدا مع عوده حسين لمستواه، مع ثبات مستوى اكرم توفيق للفتره الاخيره بعد عودته، مع ان علي معلول كان بعيد ولسه راجع، مع كهربا كان بعيد ولسه راجع، مع طاهر كان بعيد ولسه راجع، فده كل ده هيضيف للتشكيل للنادي الاهلي ومستوى النادي الاهلي اكيد. هو لو خدنا من ماتشات، يعني لو خدنا على سبيل المثال قرايه لديانج، ديانج لعب 50 مباراه الموسم ده، لو افترضنا جدلا يعني، واعتقد انه ما لعبش ماتشات الدوري بشكل كامل، بس انا هفترض جدلا انه ديانج لعب ال 34 ماتش بتوع الدوري. ده معناه انه اليو ديانج لعب 16 مباراه زياده عن كل لعيبه الدوري الموسم ده، ال 16 مباراه دول كلهم تحديات قاريه او دوليه. يعني لعب دوري ابطال افريقيا، سوبر افريقيا، كاس عالم انديه، يعني بيلعب مع فرق زي بايرن ميونخ وبالميراس وسان داونز والترجي احتكاكات دوليه. فلك ان تتخيل حجم المجهود البدني والعصبي اللي بذلته لعيبه الاهلي على مدار الموسم. لا اليو لعيب مهم جدا في نص الملعب، لعيب بيضيف لك بيتقل لك نص الملعب بشكل كبير جدا، بيعمل الزياده العدديه نموذج مع المهاجمين، ده برضو زي ما حضرتك بتقول يراجع للقوة البدنية بتاعته، يراجع للقوة البدنية، ان انت على طول لو نتكلم فني ان هو على طول بيكمل، بيبقى جوه الصندوق، بيقدر يحرز اهداف او ممكن يعمل اسيست، وفي نفس الوقت على طول بترجع تلاقيه تحت الكورة،
فده عايز قوه بدنيه كبيره جدا، نفس المميزات دي عند السولية. بيقدر ان هو خلاص بقى عنده المرونه ان هو يقدر يكمل اللي هي بوكس تو بوكس، بيقدر يكمل مع التلت الامامي يحرز اهداف، وفي نفس الوقت مهم جدا يعمل ارتداد سريع على نص الملعب. دي عايزه قوه بدنيه كبيره جدا، اكيد اداء مميز سواء السولية او اليو او حمدي وهم متقلين نص الملعب اكيد. في ظل وفره يعني انت من شويه يمكن قبل الفاصل حطيت لي اتنين سكواد للاهلي، حطيت الاهلي فيرسز الاهلي، عملنا فرقتين محترمين جدا. في ظل وفره اللاعبين والتدعيم لكل المراكز تقريبا في الفرقه، هل شايف انه في لعيبه ممكن اعاده توظيفها؟ يعني هل تشوف انه تجربه اكرم مثلا، اكرم لما اتنقل من وسط الملعب راح باك يمين، نقل نفسه في حته ثانيه وادى نفسه مساحه للمشاركه، لانه مشاركته في ظل وجود السولية وديانج وحمدي في مستوياتهم اللي بيقدموها كانت صعبه شويه. بالتالي حجز نفسه مكان اساسيه وقدم مردود خلى الناس بتثق فيه جدا في الحته دي. هل في اسم تاني كابتن احمد يشوف انه ممكن اعاده توظيفه، او انك انت لو استغلته في مركز ثاني للمركز اللي احنا اتعودنا عليه يدي مردود اعلى؟ انا بشوف ما يميز النادي الاهلي على مدار موسم كامل ببطولاته بضغط بطولاته وضغط مبارياته، ان انت ما يميز النادي الاهلي ان هو بقى عنده ست لعيبه تقدر ان انت تعمل جواكر. منهم طبعا بتتكلم ايمن اشرف ممكن يلعب سيرد باك وممكن يلعب باك ليفت، مظبوط. بتتكلم ان جبت كريم فؤاد هو ممكن يلعب باك رايت او باك ليفت. عندك اكرم ممكن يلعب باك رايت وديفندر، تمام. عندك السولية ممكن يلعب 8 وممكن يلعب 6 ارتكاز يلعب ثابت. قفشه زي ما قلت لحضرتك هو ممكن يلعب 8 اللي هو اللي جنب الديفندر، او 10 او 10 اللي هم الاثنين. حسين ممكن يلعب هاف رايت او هاف ليفت. ايوه انا عايز اقول لك ان حسين في كتير وكتير من اللي دربوه وشافوه يعني قال لك ان حسين كمان يعني باك رايت على اعلى مستوى، عالي جدا. جدا. لا حسين انا حتى لما انا كنت بلعب بداياته كمان يقول لك كان يلعب باك رايت كويس. لا انا اصلا انا كنت كده، انا اصلا ما بلعبش باك رايت، انا اصلا بلعب هاف رايت. فالتوظيف هو اللي رجعني ورا يعني مستر مانويل جوزيه قال لا انت هتلعب في المكان ده، حتى انا في الاولمبي كنت بلعب هاف رايت. فقال لي لا انت هتلعب باك رايت. فاي حد هاف ممكن يلعب باك. حسين ما يميزه ان هو ممكن يلعب باك رايت وممكن يلعب هاف ليفت. كهربا ممكن يلعب هاف ليفت، ممكن يلعب 9 فيرود صريح. ايوه فده في ناس كتير اتفقوا معاك في حته كهربا انه يلعب لعب في المنتخب وجاب منها جوان. يعني كهربا ممكن يلعب 9 فيرود صريح. عندك صلاح محسن ممكن يلعب 9 فيرود صريح وممكن تلعبه تحت الفيرود. شريف ممكن تلعب طرف من الاطراف وممكن تلعبه 9 يلعب راس حرب. فده ما يميز النادي الاهلي ان انت عندك 6 أو 7 لعيبه ما فيش حيره للمدير الفني. حتى لو فقدت مثلا علي معلول لا انت ممكن عندك بديل، لا ممكن تلعب ايمن اشرف. ايوه وتلعب بدر بنون مع ياسر ابراهيم. طب دول الجواكر، دول الجواكر اللي انت ممكن توظفهم في اكتر من يعني بيجيد اللعب في اكتر من مركز. في حد تاني شايف انه مصدوم في مركزه؟ انت عارف في ساعات يعني ممكن مدير فني او جهاز فني يشوف اللعيب يبقى عايزه في الحته دي، في حين انه اللعيب امكانياته بجد واحساسه بنفسه وراحته هو شخصيا وهو في السكواد يبقى في مركز تاني. اكيد بتحصل صح ولا؟ طبعا. هل في حد ينطبق عليه الموضوع ده؟ يعني شايف ان هو متوظف مش في مكانه، او لو اتحط في حته تتشال من هنا اتحط في هنا هتاخد منه حاجه اعلى من كده؟ لا انا بشوف مش شايف. لا انا بشوف ان حمدي واليو يعني واحد من الاثنين، بس انا بشوف الاثنين لازم يلعبوا. ما اعرفش تيجي ازاي بس لازم واحد منهم، يعني واحد منهم انا ببقى مطمن بصراحه. يا حمدي هو بيلعب ومع اي حد، يا اليو هو مع اي حد. لكن انا نفسي الاثنين يلعبوا بس ما اعرفش تيجي ازاي. هو يعني ناس كتير بتشوف انه ادائهم ودورهم شبه بعض، يعني الاثنين شبه بعض، نسخه جدا. واحده نسخه واحده نسخه مصري ونسخه مالي لكن ده زي ما احنا بنتكلم دايما. أيوه. ده هيضيف للنادي الاهلي مع غياب حمدي فتحي، هتلاقي اليو شال المكان كويس. أيوه. مع رجوع حمدي فتحي واليو لما بينزل كبديل بيقدر ان هو يامن نص الملعب كويس وبيقدر يكمل مع خط الفيرو. طيب نتكلم معاك عن الجداد بقى، بيرسي، تاو، ميكسوني، كريم فؤاد، حسام حسن والمنتظر منهم. بس خليني اقول لك مبروك بدايه وابارك لجمهور نادي الاهلي. ماتش الاهلي وفاب الكاميروني خلص لصالح النادي الاهلي بنتيجه 48-23. تفاوت الاهلي الحقيقه في حته ثانيه على مستوى بطوله افريقيا، سواء في مواجهته مع بطل نيجيريا، بطل كوت ديفوار او بطل الكاميرون.
اليد حلوه اهي، يعني ليه عندنا مشكله في كره القدم؟ مش عارف يعني، اليد المصريه مكسره الدنيا. ما نقدرش نكرر ونستنسخ التجربه دي على مستوى كره القدم. لسه نشوف المنتخب بيشارك عادي في كاس العالم، يعني يبقى السؤال هنعمل ايه في كاس العالم؟ مش هنوصل كاس العالم ولا لا؟ لا، دي انا كنت بتكلم فيها قبل كده، ان انت عندك من بعد 2011 انت بتعاني بتعاني ان مع احترام اللعيبه اللي في مصر بقى ما عندكش جيل قوي ان هو يقدر يمثل منتخب مصر. الكره المصريه كانت في معاناه، ان انت عندك اجيال بلغه الكره كده اتداس عليها. لكن بتشوف الجيل اللي هو بتاع المنتخب الاولمبي، انت عندك جيلين، او حتى بتتكلم الجيل بتاع كابتن حسن شحاته، وبعد كده مرورا بالوقت مع الجيل اللي هو بتاع محمد صلاح والنني، ده كان منتخب الشباب والفريق الاول بيلعب بتاع كابتن حسن شحاته. انت عندك جيلين، تشوف حتى متوسط الاعمار مع كابتن حسن شحاته كان ال 83 ال 81 ال 80 ال 79 مع المجموعه الكبيره اللي هو محمد ابو تريكه، احمد حسن، كان كابتن حسام حسن. وعلى طول هتلاقي الجيل بتاع محمد صلاح اللي هو مواليد 93، اللي هو 90 و91. في اجيال اتفرمت في النص، اجيال اتفرمت في النص. وانت المواسم اللي فاتت كان الدوري المصري ما بيقدر، يعني ضعف الدوري المصري ما كانش بيقدر يفرز لك. الدوري السنه دي يفيد المنتخب من وجهه نظرك ولا يضره؟ لا، ده انا اتكلمت فيه، يعني يفيد المنتخب بشكل كبير جدا. لان في لعيبه كتير جدا تميزت على مستوى الدوري مع انديتها، وده بيوسع قاعده الاختيار لكابتن حسام بدري. متفق مع كابتن حسام في الاسماء اللي اختارها المنتخب، وهل كنت بتشوف في اسماء تستحق الانضمام ولا لا؟ اكيد انا على طول بتكلم ان دي وجهه نظر كابتن حسام بدري. ممكن انا بتكلم على وجهه نظر كابتن احمد، يعني بالتاكيد يعني في ناس كتير جدا كانت شايفه ان في اسماء جديره او تستحق انها تنضم ولم يضمها كابتن حسام. في النهايه قراره ونحترمه، ما عندناش مشكله وهو يتحمل مسؤوليته. لا، انا لكن انت كنت بتشوف في ناس تستحق تكون موجوده في منتخب مصر؟ لا، انا بشوف ده انسب تشكيل اختاره كابتن حسام بدري. وخصوصا ان هو بيبقى ملم بكل المشاركات بتاعت اللعيبه في الانديه، وان شاء الله يبقى موفق ونقدر نوصل كاس عالم ان شاء الله مره ثانيه. باذن الله طبعا نتمنى نوصل كاس عالم ان شاء الله باذن الله. نتمنى كمان، نفسي نعدي مشكله، يعني طول ما احنا طموحنا بس ان احنا نوصل دي، بنوصل ونخرج. احنا ما وصلناش كتير، يعني هم مرتين اللي انا شفتهم مرتين، بس نفسي بقى ننقل نفسنا ونبص او نحط هدف للكره المصريه انه مصر ممكن تعمل فرقه او تشتغل على فرقه توصل دور ال 16 وتوصل دور ال 8. ان شاء الله ما يبقاش الهدف بس الوصول. ان شاء الله الهدف ان شاء الله ان هو يتكرر مره ثانيه على التوالي، ويبقى اهدافنا زي ما حضرتك بتقول ان احنا نحقق حاجه كويسه في كاس عالم. لكن احنا ممكن ناخدها خطوه بخطوه شويه، ان احنا ازاي نتاهل، وبقى خلاص احنا المجموعه اللعيبه الموجوده بقى عندها خبرات ازاي تتاهل مع المجموعه بتاعت انا معاك في ده. بس انت عارف يا كابتن احمد، انت عارف حتى لما بنتاهل بنبقى احنا مثلا بنعمل القرعه هو خلاص، يعني يا رب المجموعه بتاعتنا تبقى يعني على قدنا، فاهم قصدي؟ ومش عارف هنعمل معاها ايه برضه، هننجح ولا مش هننجح. منتخب اليد مثلا، لا انت لما بتيجي تقابل ابطال العالم انت نازل ماتش وعندك احساس انك تقدر تكسب، فاهم؟ انا نفسي الشعور ده يبقى موجود في الكوره، يعني الحاله دي تتنقل لكره القدم، لان هي برضه في النهايه الاكثر شعبيه وهي مصدر فرحه كبير جدا للمصريين. ده اللي هيفرق بشكل كبير جدا عدد المحترفين اللي عندك. ايوه، يعني عدد المحترفين اللي عندك في مصر، يمكن بنشوف ما يميز اللي هو الجيل بتاع محمد صلاح، ان هو صلاح محترف بره، تريزيجيه محترف بره، حجازي كان محترف بره، مع النني محترف بره. لكن كل ما عدد المحترفين عندك بيزيد، كل ما اللعيبه دي بتقدر عندها خبرات دوليه كبيره جدا، خبرات اوروبيه وعالميه على مستوى كبير جدا، احتكاكات عالميه مع فرق كبيره جدا، ده هيسهل من تأهل منتخب مصر كأس العالم. إن شاء الله. فده اللي أنا بتمناه إن شاء الله. استمتعت بصفقات الأهلي؟ أكيد. أكيد أكيد، وحاجة مش جديدة على النادي الأهلي. أيوه. حاجة مش جديدة على النادي الأهلي، صفقات من العيار الثقيل، إن شاء الله تقدر تضيف للنادي الأهلي مع لعيبة، صفقات أتمنى إن هم يكونوا إضافة للنادي الأهلي، مع لعيبة عندهم خبرات كبيرة جدا، عندهم احتكاكات كبيرة جدا، سواء بيرسي تاو بتتكلم لعب في برايتون الدوري الانجليزي، لعب في اندرلخت، من اخر نسخه ليه كان مع اندرلخت البلجيكي. فاتمنى ان هو بطوله، اكيد اتمنى ان هو يبقى موفق. واعتقد في الموسم اللي كان فيه مع اندرلخت تم اختياره افضل لاعب في المسابقه. لا، هو لعيب مميز جدا، فايتر، بيلعب على الجون بشكل كويس جدا، بيعرف يجيب جون،
مع مكسيوني طبعا، لويس مكسيوني ان شاء الله يكون اضافه قويه لخط هجوم النادي الاهلي. حسام حسن طبعا هداف من هدافين الدوري المصري، كان قريب ان هو يحقق البطوله مع في ليبيا مع فريقه، لكن ما حصلوش توفيق، لكن هو اضافه قويه. كريم فؤاد زي ما قلت لحضرتك عنده مرونه تكتيكيه، يلعب على طرف من الطرفين، لعيب صغير عنده احتكاكات مع المنتخب الاولمبي. كريم هيواجه يعني يمكن التحدي ده انت قابلته. كريم عنده نحش، لو حطيته شمال قدامه علي معلول، لو حطيته يمين عنده هاني واكرم طبعا، فبالتالي قدامه هو تحدي من نوع خاص. وانت يمكن في الوقت انت كنت بتلعب فيه انت كان جنبك برضو جنبي اسلام الشوطر، احمد فتحي، احمد صديق، محمد بركات. يعني هلعب فين؟ خش يا كابتن كده شويه وادينا مساحه عايزين تقول له ايه؟ كانت منافسه يعني شريفه. لا كانت منافسه شريفه، وهنا المنافسه بتبقى لصالح الفريق، ولازم هو يبقى مدرك كده كويس ان المنافسه لصالح الفرقه. اكيد ده هتبقى منافسه صعبه عليه جدا مع هاني، ان هو لازم ياخد مكان، او سواء الناحيه الثانيه مع علي معلول فهو لازم ياخد مكان، فاكيد ده هيصب في مصلحه الفرقه ان شاء الله، ويبقى يقدر يتالق مع النادي الاهلي ويقدر يحرز بطولات تضيف لتاريخه ان شاء الله. منتظر يعني، او اكتر اسم منتظره في سكواد الاهلي الجديد، مستني تشوف ليه بصمه، او حاسس انه قادر يصنع الفارق؟ حسام حسن. اتمنى له التوفيق، لان هو على المستوى الشخصي شخص ابن حلال، طيب، محترم جدا، ودي اللي النادي الاهلي بيبص لي. أيوة. شخصيه عامله ازاي بره الكوره، وشخصيته محترم او مش محترم، لكن حسام ان شاء الله يبقى اضافه قويه للنادي الاهلي وخط هجوم النادي الاهلي ان شاء الله. متفائل بالموسم الجديد ان شاء الله؟ اكيد ان شاء الله باذن أكيد. الله، واحنا كلنا متفائلين، وان شاء الله باذن الله بدايه من الموسم ده احنا لسه ما رفعناش ايدينا، احنا لسه مكملين، وعندنا بطولتين في منتهى الاهميه، بطولة كاس مصر وبطولة سوبر مصر، ان شاء الله باذن الله نختم بيها بطولات الموسم الاخير، ونبقى كده حققنا الخماسية، حلم الخماسية ما زال مستمر. بشكر الكابتن احمد عادل، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله باذن الله نستمتع ونحتفل معاك ببطولات جاية كتير جدا في مع النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله، ودايما مزيد كده من بطولات لدولاب تاريخ النادي الاهلي والنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله قريب جدا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعة. ليفربول تشيلسي 1-1 والشوط الثاني بعد البنائج، ومبروك صلاح لأنه هو اللي أحرز هدف